في الوقت الذي ينتظر فيه من المجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بما ورد في اتفاق الرياض، يمضي الانتقالي بعيدا عن ذلك عبر تأسيسه لواء عسكريا جديدا في أبين في انتهاك جديد لاتفاق الرياض، انتهاك يحاول الانتقالي من خلاله فرض نفسه ككيان أكبر من الشرعية اليمنية، سلوك يظهر عدم اكتراثه بما ورد في اتفاق الرياض. مصادر عسكرية أكدت أن اللواء الجديد والذي سيطلق عليه اسم لواء مكافحة الإرهاب سيقوده القيادي في الانتقال حيدر السيد، وهو شقيق القيادي في الحزام الأمني عبد اللطيف السيد. مصادر في القوات الحكومية اتهمت السيد بتنفيذ إعدامات لعدد من الجنود الحكوميين كانوا قد أصيبوا بغارة جوية لمقاتلة إماراتية في نقطة العلم شرقية عدن نهاية أغسطس العام الماضي. وأمام استماتة المجلس الانتقالي الجنوبي في رفض الالتزام بما ورد في اتفاق الرياض، يتساءل مراقبون ليس عن دور التحالف في فرض تنفيذ الاتفاق فقط، بل وعن أسباب صمت الشرعية إزاء هذه الانتهاكات التي تهدد وجودها في المحافظات الجنوبية، تهديد قد لا ينتج عن إلغاء وجودها في المحافظات الجنوبية فقط، بل ويعزز من فرضية فقدانها للشرعية حتى في المحافظات التي لا زالت تتمتع فيها بنفوذ ضئيل.